الآن معنا المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني الدكتور عبد الجليل حنجل، ينضم إلينا من نابلس. أهلا بك معنا على شاشة الحدث. في ظل وجود المستشفيات في مرمى النيران الإسرائيلية تحت القصف الإسرائيلي مباشرة، ما الصورة والتفاصيل التي يمكن أن تطلعنا عليها والعقبات والتحديات أمامكم أنتم في الهلال الأحمر؟ أهلا بكم. بداية، الصورة هي كما تقومون بنقلها هي كارثية في القطاع الصحي في قطاع غزة، بدخول مجموعة جديدة من المستشفيات حيز عدم العمل، حيث أن هناك مستشفيات تم عزلها عن طريق الدبابات هي تساعد وتقوم بمعالجة المرضى داخل هذه المستشفيات، لكن لا يمكن الوصول إصابات جديدة إلى هذه المستشفيات بسبب وجود حصار على هذه المستشفيات من قبل الدبابات وخطور على الطرقات المؤدية إلى هذه المؤسسات. المستشفى القدس مثلا هو محاصر من أربع جهات من قبل الدبابات الإسرائيلية. البارحة استطعنا التواصل مع غرفة العمليات، اليوم نحاول الوصول إليهم للإطمئنان على حالتهم ووضع المستشفى الحالي لآخر التحديثات، ولكن البارحة أخبرونا أن مبنى المستشفى يهتز بسبب الانفجارات التي تحدث خارج هذا المستشفى. عمليات إطلاق النار أدت إلى إصابات عدد غير محدد من النازحين بالرصاص في جنبات هذا المستشفى. نحن نعلم جيدا أن هناك 14 ألف نازح موجودون في داخل هذا المستشفى. 14 ألف نازح، هناك 500 مريض وهناك الكوادر الطبية والصحية، فبالتالي الوضع العام هناك صعب. أيضا عندما نتحدث عن حركة سيارات الإسعاف، لدينا 18 سيارة إسعاف تعمل في منطقة غزة وشمال غزة، ولكن اليوم حتى من البارحة لا تتحرك إلا 7 سيارات من 18 سيارة، وذلك بسبب عدم قدرتها على الخروج من المستشفى أو محطة الإسعاف الموجودة في هذا الموقع. نعم. أيضا كيف تتعاملون أنتم في الهلال الأحمر في ظل نقص المواد الأساسية؟ يعني حتى على مستوى المواد التخدير هي غير موجودة، وأيضا الكهرباء وانقطاع الكهرباء عن أجهزة مهمة موصلة بالكثير من المرضى والكثير من الأطفال. يعني عندما نتحدث عن الأجهزة الطبية، الأجهزة الطبية لا بديل لها إلا الكهرباء. هناك لدينا مولد كهرباء أساسي تم إيقافه بسبب نقص الحاد في الوقود، يتم تشغيل مولدات ثانوية صغيرة لتفعيل الإنارة في المباني المختلفة التي تحتوي على النازحين الخاصة بهذا المستشفى. لكن البارحة تحديدا وعند الساعة 5 مساء عند محاولة فتح هذه المولدات، لم يستطع الطواقم فتح هذه المولدات بسبب خطورة الموقع والساحة الموجودة بها هذه المولدات، خطر الاستهداف بالرصاص لهم. فبالتالي كما نشر الفيديو من داخل هذا المستشفى للطواقم الطبية تقوم بعملها على الإنارات اليدوية، تقوم بما تستطيع عمله. الأدوية هي شحيحة للغاية وفي كثير من هذه الأدوية فقدت حيث أنه استهلكت بالكامل، فيتم بعض الإجراءات بدون بنج ودون مسكنات. المستهلكات الطبية، نحن لدينا مخازن للهلال الأحمر الفلسطيني في الموقع، ولكن هذه المخازن تضررت أيضا بفعل القصف، وهناك الآن خطورة في الوصول. هل أصلا تستطيعون الوصول لهذه المخازن التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني؟ هي بداخل المساحة نفسها، ولكن كما تحدثت الساحات هي هناك هي منطقة لإطلاق النار، لا يستطيع أحد التحرك في هذه الساحات والوصول. فبالتالي المستهلكات الطبية الموجودة في المستشفى هي ما يتم القيام بالطواقم الطبية باستهلاكها واستخدامها، وهي شحيحة، علما أن المساعدات الطبية الإنسانية التي تدخل والتي يقوم الهلال الأحمر الفلسطيني باستلامها من الهلال الأحمر المصري لا تستطيع الوصول إلى مناطق شمال غزة ولا تستطيع الوصول إلى مستشفى القدس. لم يصل إلى كميات قليلة جدا من مجموعة هذه الشاحنات التي وصل إلى 906 شاحنات دخلت حتى البارحة استلمنا 53 شاحنة من معبر رفح. ناهيك عن الصعوبات الكبيرة في نقل هذه المساعدات بعد دخولها عبر المعبر. نعم، أنتم أيضا يعني قمتم بتوجيه نداءات مستمرة، نداءات عاجلة للمجتمع الدولي لتوفير الحماية الدولية للمستشفيات، هل من استجابة؟ كانت آخر هذه المناشدات كرسالة قوية، كانت مشاركة جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني عبر مديرها العام في كلمة لمجلس الأمن. مجلس الأمن الذي عقد من يومين كان لنا كلمة هناك، وقمنا بمشاركة بكلمة عبر مدير العام للجمعية الأخ مروان جيلاني.
وضع الجميع الدول في صورة الوضع، وناشد وبين احتياج وماذا يحدث على الأرض. حتى الآن لا يوجد أي تغيير، برغم جميع هذه المناشدات لا يوجد أي تغيير، بالعكس هناك تضييق كبير جدا على هذه المستشفيات ومنها مستشفى القدس.